عشان مولانا بيبنوا بلدنا، عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول واحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونحدى ظروفك يلا، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة اليوم الثاني على التوالي بنواصل تغطية معرض فروت لوجيستيكا، أكبر معارض العالم المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية. المعرض في ألمانيا، في برلين، في قاعة ميسي برلين، 27 قاعة. كل شركتنا المصرية موجودة في قلب قاعتين، قاعة سيتي كيوب برلين اللي هي القاعة السوداء اللي ورانا، وده مبنى ضخم جدا يحتوي على العديد من القاعات، وأيضا قاعة 26 بينهم قديه؟ بينهم حوالي 3 كيلو، يعني مشوار ضخم جدا. المصريين اتفرقوا في قاعتين، هنا شركات متخصصة في الحاصلات الزراعية وهنا شركات متخصصة في الحاصلات الزراعية. طبعا دي أخطاء جسيمة حصلت عند التعاقد مع إدارة فروت لوجيستيكا. كان لازم زي كل سنة بنتعاقد قاعة واحدة، بناخد جنب تركيا، هذه القاعة بيبقى المنافسة على أشدها، تركيا والمغرب وأسبانيا من أشد المنافسين لينا في تصدير الحاصلات الزراعية، دايما بنبقى في قلبهم، ده المكان اللي العالم كله بيجي عشان يشوف الموالح والبطاطس والعنب وغيرها من المحاصيل اللي بتنجح فيها هذه الدول، ومصر في المقدمة. احنا خرجنا السنة دي رحنا قاعتين، تفرقت الدماء ما بين سيتي كيوب برلين وما بين قاعة 26 وبينهم 3 كيلو. الشركات المصرية تجتهد بشدة حتى تثبت حضورها في معرض فروت لوجيستيكا. خليكم معانا النهاردة، عندنا لقاء هام جدا مع الدكتور سمير النجار رئيس لجنة البطاطس في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأيضا رئيس شركة دالتكس. أكتر من 60 سنة بيصدر للعالم كله البطاطس المصرية والعنب المصري والموالح المصرية، ربنا يديله الصحة. كمان عندنا لقاءات مهمة جدا مع شباب المصدرين، 4 شباب تبنتهم جمعية هي بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وحولتهم من مجرد مزارعين إلى مصدرين. قصص تفرح من قلب فروت لوجيستيكا. خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامجكم برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان ينفرد حصريا في معرض فروت لوجيستيكا في برلين بألمانيا بلقاء الدكتور سمير النجار رئيس لجنة البطاطس بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة دالتكس والتي تصدر للعالم منذ نحو 61 عاما أشهر المحاصيل المصرية. فريق الجدعان يلتقي بالمهندس خالد الهجان خبير زراعة وتجهيز وتصدير تمور المجدول المصري، والذي أطلق برنامج عملاق لاختيار وتدريب وتأهيل 90,000 نخال في مصر ليكونوا خط الدفاع الأول عن مزارع النخيل. فريق الجدعان يرصد في معرض فروت لوجيستيكا ببرلين نجاح جمعية هي لتنمية صادرات الحاصلات البستانية في تحويل شباب المزارعين من أعضائها إلى مصدرين عن طريق التدريب ومنحهم فرص المشاركة في المعارض العالمية. فريق الجدعان يكشف في معرض فروت لوجيستيكا ببرلين أنه يجري حاليا في مصر إنشاء أضخم مشروع في الوطن العربي لإنتاج مختلف المحاصيل بنظم الهيدروبونيك المائية، حيث تصل طاقته الإنتاجية لنحو 7 طن يوميا واستثماراته 30 مليون دولار. الآن تشاهدون فريق الجدعان ينفرد حصريا في معرض فروت لوجيستيكا في برلين بألمانيا بلقاء الدكتور سمير النجار
رئيس لجنة البطاطس بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة دالتكس والتي تصدر للعالم منذ نحو 61 عاماً أشهر المحاصيل المصرية. أهلا بحضراتكم مرة تانية في مدينة برلين العاصمة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأكبر ولاياتها 16 من حيث عدد السكان حوالي 3,700,000 نسمة وتعتبر أهم عواصم المعارض في العالم على الإطلاق مدينة جميلة وشديدة الهدوء وكل أطرافها محاصرة بالمصانع وبتنام من الساعة 7. برلين زي ما قلنا بتحتضن في شهر فبراير من كل عام في قاعات ميسي برلين اللي عددها حوالي 27 قاعة معرض فروت لوجيستيكا أكبر معارض العالم المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية. كل دولة بتعرض منتجاتها في جناح ضخم خاص بشركتها وطبعا مصر بتشارك بقوة من خلال شركتنا الزراعية بهدف زيادة الصادرات الزراعية والحفاظ على أسواقنا في العالم وترك أبواب الأسواق الجديدة والمنافسة مرعبة للسيطرة على الأسواق الكبرى. النهاردة هنقابل الشركات المصرية الموجودة في قاعة رقم 26 وزي ما وضحنا لحضراتكم مصر شاركت بجناحين، الأول في قاعة سيتي كيوب برلين اللي قابلنا فيها شركات مصرية في حلقة امبارح والتاني في قاعة رقم 26 وبينهم مسافة ما تقلش عن 3 كيلومتر، ولكن في المجمل الجناح المصري في القاعتين شهد إقبال كبير من المستوردين العالميين للحاصلات الزراعية لأننا باختصار ملوك الموالح والبطاطس والعنب والفراولة والبصل الأخضر والفلفل والفاصوليا والثوم وغيرها كتير من المحاصيل الزراعية. دلوقتي احنا في القاعة رقم 26 وهي من القاعات الكبرى في مجمع ميسي برلين الخاص بالمعرض، ولقائنا الأول والحصري النهاردة هيكون مع الدكتور سمير النجار رئيس لجنة البطاطس بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة دالتكس اللي بقالها 61 سنة بتصدر حاصلات زراعية مصرية لأقوى أسواق العالم وخصوصا البطاطس، وهنناقشه في كل التحديات اللي بتواجه صادرات مصر الزراعية. بجد هنتكلم في كل القضايا الزراعية، ركزوا في كل كلمة هيقولها الدكتور سمير النجار. دكتور سمير، وانا جاي لحضرتك واول حاجة قلتها لك لو تتذكر قلت لك المنافسة في البطاطس مش سهلة، انا وانا جاي شايف شركات عملاقة دولها واخدة صالات كاملة مش شغالة غير على البطاطس. ازاي الدكتور سمير بيقدر ينافس الشركات دي؟ دي شركات وراها دول وتدعم بقوة، حركوا واقف صدى ازاي؟ هو مين أقوى، الدول ولا سيدك اللي فوق ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى رزقنا الإخلاص، وأنا معاك دلوقتي بكلم معاك وأنا بشليك وأنا بديك نصيحة، لو أنا مخلص هتوصل، إخلاص وشغل نشتغل. احنا كلنا كمصريين لو أخلصنا واشتغلنا احنا أحسن دول، احنا مش محتاجين بالطرود، مش محتاجين ذهب، مش محتاجين بني آدم بيشتغلوا بإخلاص. فأنا النهارده بتعامل مع العميل بمنتهى الشفافية ومنتهى الإخلاص وما بضحكش عليه، ولما بيقع السوق وبكون متفق معاه على سعر أنا بنزل السعر، ما فيش حاجة اسمها كده. عمر عميل ما ينفعش إن العميل بتاعك يخسر، إحنا بننزل أسعار، بنتفاوض، بنأجل الدفع، بنعمل كل الحاجة اللي تخلي العميل ده يعيش، ما أنا عايش عليه، ما هو ده اللي بيوكلني واللي بيصرف على ولادي وبيصرف على موظفيني وبيصرف علينا كلنا. النهارده سعر البطاطس السنه دي تحديدا وحش قوي، احنا بقى لنا 3 سنين مقارنه بالسنه اللي فاتت. لا 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 لا، احنا بقى لنا 3 سنين، السنه اللي فاتت كانت اسوء، يا السنه اللي قبلها اسوء، احنا بقى لنا 3 سنين ودي السنه الرابعه يا رب هنطلع بسلام ان شاء الله. السنه دي افضل من 3 سنين اللي فاتت بكتير. اما يبقى الجو لازم يبقى عندي مرونه، اللي بيحدد اللي بيحدد منتج البطاطس الجو، اما اسعار السلعه اي سلعه زراعيه بترتفع قوي يبقى معناها ان الجو اثر على المنتج فالمنتج بقى قليل فالعرض بقى قليل والطلب كبير فترتفع السعر. طب انا عايز اعرف دكتور سمير نجار، يعني ما شاء الله ما فيش ترابيزه فضيت من الزباين اللي جايه تاخد شغل من مصر، اساعدك ازاي؟ ادعمك ازاي؟ اقف في ظهرك ازاي عشان نكتر صادراتنا؟ خلينا نبص على الاسكيل الاكبر شويه، هو مصر مين لي بيجي لها عمله منين؟
السياحة تصدير العاملين في الخارج. تمام. أنا في رأيي كل مسؤول فيما يخصه يجيب الناس اللي قطاع اللي يخصه ها يقوله خدامتك آمنة طلبات والله الله هو أنا النهاردة لما بلاقي حد هيعمل لي نهضة في شركتي بقول له خدامتك. الزراعة بقى خلينا نتكلم في الزراعة بتاعتنا. الزراعة بتاعتنا زراعة. نعمل طفرة ازاي؟ الطفرة في 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 الزراعة ان وزيري اصلحنا المشكلة احنا نتبع وزيرين مش وزير واحد. نتبع وزير التجارة وزير الزراعة. ده صحيح. واحيانا الخارجي هم مجتمعين الاسماء الجميلة اللي انت قلتها دي يقولوا يا جماعة طلباتكم ايه واحنا موافقين الاول قبل ما تقولوا. مش لنا بس لأي قطاع يخدم في البلد جد والله لأن البلد بتمر بمرحلة مهمة جدا. البلد كان بينقصها بنية أساسية تتعمل وبقوة كمان لا اتعملت النهاردة البنية الأساسية اللي موجودة في مصر والله العظيم لم أحلم بها طول 80 سنة من عمري. في العصر ده بالشجاعة دي لو احنا ما وقفناش جنب التصدير والسياحة والعاملين بالخارج ثلاث مصادر الدولة بكل قوة واللي يقف جنبهم الكل من تحت لفوق ومش من فوق لتحت. انا بتعامل مع موظف صغير وبتعامل مع مدير هنا وبتعامل هنا. انا كنت قاعد في اجتماع قريب في جامعة رجال الاعمال مع الراجل الجديد اللي ماسك هيئة التنمية الصناعية. ايه الروعة دكتور محمد عبد الكريم. ايه الروعة هايل فعلا. انا خرجت سعيد بمصر مش بمحمد. محمد هيجي ويروح وهيمشي هو يفرح والله ويتحرك بشكل عاجل. أنا مش متخيل أن في مصر ناس في الحكومة بهذا الفكر مية فندم اللي هيعمل مصر أولادها طبعا. والله العظيم لن يبني ومش مصر غير أولادها ومش هيزرعها غير أولادها ومش هيصدرها غير أولادها هم اللي هيعملوا. فيا فندم أنا بلخص الموضوع ان يقعدوا مع ثلاث جهات دول ويقولوا خدامتك امن ايه اللي انت عاوزه ايه كذا كذا كذا. مش هنا نيجي هنا في المعارض الاقي مهزله الاقي جناح مصر اللي كان بينوض والله العظيم في يوم من الايام وزير الزراعه المصري خد وزير الزراعه السعودي من ايده ولففه المعرض بتاعنا. فوزير الزراعه السعودي قال له ايه؟ قال احنا ناس على قدنا كده مش هقدر اخدك الجناح بتاعنا. بفخره الجناح المصري السنه دي تزعل تزعل لما تشوف الجناح المصري. هيئة المعارض اللي اتأخرت في الرد على فروت لوجيستيكا؟ لا لا وحاطين شروط وحاطين بتاعه ومحدش ياخد أكثر من جناحين ومحدش ما ياخد اللي ياخده. أنت زعلان ليه؟ مش عاوز دعمه دعموش. اعمل اللي أنت عاوزه. القضية وبعدين يقول لي تكلفة البتاع ده يقول للناس بتوعنا بتوع المجلس التصديري تكلفة الجناح 18,000 يورو. إحنا إحنا لوحدينا بنكلفه 12,000. أنت بتكلفه 18,000 ليه؟ كلام. لازم نخرج عن الحاجات دي. لازم الناس دول لازم يعيش الموضوع. لازم كلنا نعرف ان المصيبه بتاعتنا كلنا والنجاح بتاعنا كلنا طبعا. مصر وعندنا تكلفات يا جماعه. مصر حضرتك حاجه مصر مش بتاعت حد لوحده. مصر بتاعت ال100 مليون. من الشركات الزراعيه الكبرى في مصر السعد فروت بمدينه النبريه بالطريق الصحراوي. بجد شركه محترمه وعالم في اسواق العالم. مؤسسها هو المهندس الزراعي عبد القادر حسن جوده وهو اول مصدر للموالح للسوق الصيني وكرمه عمده شنغهاي. وبقاله 40 سنه بيصدر حاصلات زراعيه مصريه ووالده كان من اقدم المصدرين للحاصلات الزراعيه. ركزوا معاه. انتوا من اقدم العائلات اللي اشتغلت في التصدير وأصحاب سجل تصديري قديم جدا. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. بالخبرة دي عايز أعرف منك بقى طبعا. إحنا رايحين على فين بالصادرات؟ واجهتنا السنة دي مشاكل كتير جدا. هنعمل إيه عشان نواجهها؟ مثلا ده أبسط حاجة واجهتنا السنة دي وكانت ممكن توقع علينا سعر الموالح في العالم. الحجم الصغير. هو دي ظروف مناخية وهي على المستوى العالم ككل يعني كمصر كتركيا حوض البحر المتوسط أسبانيا المغرب اليونان في أحجام صغيرة. ما هو موالح صغيرة يعني تدخل عصير أقل درجة من الموالح بتاعتنا السعر ينزل. صح. صح ولا لا؟ صح صح يا فندم. نواجه الزيارة دي زي حج لو القرار التاني بعد كده يبقى لازم الحكومة المصرية تساعد مصدرينها أو الحكومة تنشأ مصانع عصير وإحنا نصدر البرتقال عصير مصنع بدل ما بصدره برتقال فرش. هل مطلوب دلوقتي نبدأ نتجه بجد بشكل كبير جدا مع الأحجام الصغيرة دي الموالح إن نشتغل على مصانع المركزات نحوله مركز؟ هو المفروض يعني ما تصدرش فريش تاني؟ المفروض. الجزء المميز هو اللي صدر فريش سيادتك أولى دول العالم في الإنتاج البرازيل ما بتصدرش برتقال فريش وبتصدره كله عصير. أمريكا رقم 2 في إنتاج العالم بتصدر 10% من إنتاجها
و90% عصير. عصير ولا مركزات؟ عصير ومركزات. آه. يعني تصنيع. واجهنا السنة دي ظاهرة مستفزة، وخليني أقول لحضرتك مستفزة. أوكي. في ناس تقول لك لا دي نيران صديقة وناس شركات عايزة تصدر، ناس لا تعلم شيء عن الموالح المصرية، لا تعلم شيء عن الحاصلات الزراعية المصرية، ولكن صدرت منتجات بسعر أقل من أسعارنا لمجرد أنها تعمل حصيلة دولارية في الخارج تجيب خامات لصناعتها هي. هما الدخلاء بيبيعوا بيعرضوا أسعار في كل دول العالم أقل من سعر التكلفة عشان ينهض يصدر، وده ضرر كبير للسلعة المصرية. يعني احنا بنرخص السلعة المصرية وبنرفع السلعة المستوردة، ولكن دي حالات شاذة وحالات بسيطة، وإن شاء الله اللي يعيش هتتغلب عليها حاجات كتير. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي بالمهندس خالد الهجان خبير زراعة وتجهيز وتصدير تمور المجدول المصري، والذي أطلق برنامج عملاق لاختيار وتدريب وتأهيل 90,000 نخال في مصر ليكونوا خط الدفاع الأول عن مزارع النخيل. فريق الجدعان يرصد في معرض فروت لوجيستيكا ببرلين نجاح جمعية هي لتنمية صادرات الحاصلات البستانية في تحويل شباب المزارعين من أعضائها إلى مصدرين عن طريق التدريب ومنحهم فرص المشاركة في المعارض العالمية. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي بالمهندس خالد الهجان خبير زراعة وتجهيز وتصدير تمور المجدول المصري، والذي أطلق برنامج عملاق لاختيار وتدريب وتأهيل 90,000 نخال في مصر ليكونوا خط الدفاع الأول عن مزارع النخيل. فريق الجدعان يرصد في معرض فروت لوجيستيكا ببرلين نجاح جمعية هي لتنمية صادرات الحاصلات البستانية في تحويل شباب المزارعين من أعضائها إلى مصدرين عن طريق التدريب ومنحهم فرص المشاركة في المعارض العالمية. عندنا مشكلة كبيرة في زراعة النخيل، وهي عدم توافر النخالين اللي بيقوموا بكل الممارسات الزراعية للنخيل. ومن هنا تبنى المهندس خالد الهجان رئيس لجنة النخيل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة الهجان جروب لتصدير تمور المجدول برنامج ضخم لتدريب 90,000 نخال. تعالوا نفهم حكاية البرنامج التدريبي. أنا كنت قلت لنا إن أنا عندي مدرسة، المدرسة دي هتتعمل بالتنسيق ما بين المجلس التصديري وجمعية هيا لتدريب النخلين. تمام. احنا داخلين على 3.5 مليون نخلة مجدول. تمام. لوحدها. تمام. صنف واحد 3.5 مليون نخلة، محتاجين نخلين. وصلنا لإيه؟ بس هدي حك فكرة قد إيه الفجوة الكبيرة. احنا بنتكلم على لو خدنا 6 مليون نخلة القابلين أساسا للتصدير مجدول وغيره، بنحتاج 90,000 نخال. حاليا موجود في مصر 3,000 نخال. الفرق 90,000. الفجوة كبيرة جدا. طبعا النخل كل ما هيكبر هيحتاج مجهود كبير قوي من النخلين، وبالتالي فكرة عمل أكاديمية تدرب في كل مركز وقرى مهندسين يبقوا هم معلمين ويعلموا، كانت فكرة طلعت في لجنة التمور وقررنا ان احنا نمشي الموضوع ده. جمعية هي دعمت الموضوع ده بشكل كبير قوي، وجلسنا وحضرنا كل حاجة مع بعض، وهم قدروا يجيبوا إن شاء الله في طريق سدادهم يجيبوا تمويل للموضوع ده بحيث نقدر ندرب نطلع 6,000 نخال كل سنة. 6,000 نخال كل سنة. سنوين. ده بيشترط مؤهل أو حاجة يعني ولا؟ تطلب أولا أن احنا مندرب مهندسين على أعمال النخال يبقوا هم معلمين. تمام. وبياخدوا يبقى هو مدرب. هو مدرب يتدرب عشان يبقى مدرب. بالظبط. كل واحد يدرب 20 نخال، دول 90 مهندس في كل منطقه، قسمنا البلد ل 10 مناطق، 90 مهندس، كل مهندس مفروض يعلم 20، وبياخد مبلغ على جائزه او مكافاه على كل واحد بينجح.
شركة السليمانية لتصدير الحاصلات الزراعية بتتجه بكل حاصلاتها لأوروبا، وقررت الابتعاد عن الأسواق العربية بسبب إصرارها على نظم التصدير للحاصلات الزراعية كبضاعة أمانة أو التسويق بالعمولة. تعالوا نقابل محمد سليمان رئيس شركة السليمانية لتصدير الحاصلات الزراعية. خلينا نبدأ، السليمانية صادراتنا فين؟ الدول اللي بنصدر لها ما حصلنا، احكي لي. احنا طبعا كانت بدايتنا في تصدير الحصلات الزراعية للأسواق العربية. الكلام ده محطتنا فين؟ احنا محطتنا على الطريق الزراعي عند توفيقية قبل مدخل كفر الزيات على طول. ممتاز. ده مكان التعبئة الخاص بالموالح اللي هي البرتقال والمندرين والليمون والجريف فروت، كل المنتجات دي. بنصدر لفين؟ دلوقتي حاليا احنا أغلبية صادراتنا بتبقى للسوق الروسي، للسوبر ماركتات الروسية اللي متواجدة في موسكو في جميع أنحاء روسيا. عملاء بياخدوا مننا بضايع بقالهم سنين، متعاملين معانا، برامجهم وكمياتهم دايما كميات متواجدة عندنا ليهم، وخلاص طلباتنا بقينا احنا عارفينهم وعارفين احنا بنشتغل ازاي وبنتعامل ازاي. الموضوع بقى ما بيننا وما بينهم خلاص فليكسبل يعني. جمعية هي لتنمية تصدير الحاصلات البستانية نفذت برنامج متميز فعلا، وبيستهدف تحويل صغار المزارعين من أعضائها لمصدرين. بجد برنامج يفرح. هتكلمنا عنه السيدة إيمان كامل، المدير التنفيذي لجمعية هيا لتنمية صادرات الحاصلات البستانية. حضرتك كلمتيني وقلت لي تعالى أوريك شباب زي الورد. yes. نماذج تفرح. yes. خدناهم في جمعية، اشتغلنا عليهم، حولناهم لمصدرين. الفكرة دي جت منين؟ حلوة جدا. الفكرة دي نبعة من توجه الدولة، احنا لازم كلنا نشتغل على زيادة الصادرات، والحمد لله القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة جدا لزيادة الصادرات. فبما ان احنا جمعية زراعية متخصصة في الارشاد، مش اي ارشاد زراعي، في الارشاد الزراعي المتطور بهدف التصدير، يعني من اول ازاي تختار الشتلة مرورا بالمعاملات الزراعية علشان تبدأ الانتاج، وصولا الى معاملات ما بعد الحصاد. دي مهمة جدا لو احنا عايزين نصدر. كل سوق له متطلبات في الزراعة، في الري، في التسميد، في الرش، كل سوق له متطلبات. دور الجمعية ان احنا نوفر المعلومة ديت عن طريق الارشاد الميداني لصغار المزارعين ومتوسطي الحجم، ونحطهم على الطريق للتصدير. الحدث ده مهم جدا، لده تجمع عالمي لجميع المزارعين والمصدرين والمشترين للحصات البستانية في العالم. فدي كانت فرصة كويسة جدا لصغار المصدرين او اللي بيبدأوا تصدير زراعي عندنا في الجمعية. يعني في شباب تاني ممكن ينضموا؟ طبعا ده اول مره هنشترك معايا المجموعه الواعده دي. ان شاء الله هنكمل وهنكبر وهينضم لهم مجموعه اخرى. ونجاح التجربه دي ان هم يطلعوا كونتينر مقبول تصديريا في الاسواق العالميه. تعالوا بقى نقابل الشركات الزراعيه اللي انضمت لبرنامج جمعيه هيا لتحويلهم لمصدرين، والبدايه مع عاطف تدرس وهو بيزرع 360 فدان في الكيلو 98 بطريق القاهره اسكندريه الصحراوي. استاذ عاطف تدرس، تي كي ان داني، صح كده؟ مظبوط. ده اسم الشركه بتاعت حضرتك. دخلنا من خلال جمعيه هيا بقينا مصدرين. اسمع بقى الحكايه، مساحتنا قد ايه وبنزرع ايه والمحاصيل الواعده بتاعتنا اللي هنصدرها واستفدنا ايه؟ الحكايه ان احنا خدنا ارض صحراويه من الدوله ما قمناش بتسعها، تعبنا وزرعناها. برافو. الارض من 88 اول زراعه بداتها موز على بعد كيلو 600 متر من الطريق الصحراوي لجوه. كانت مساحه قد ايه؟ كانت مساحه 20 فدان موز، وقعدت ازرع كل سنه واطور لحد ما طلعت الطريق الصحراوي نفسه وبقت 360 فدان. ما شاء الله. وبعدين مع الجمعية بنطور نوعية الزراعة وأسلوب الزراعة، فدلوقتي بنزرع زراعات متخصصة في عنب برويالتي، عنب له ملكية فكرية عشان يبقى قابل للتصدير حسب طلبات المستوردين خارج مصر. السنة اللي فاتت لما بدأ يبقى في طلب على العملة لمصر وأنا بقيت أبيع محلي بقى في فجوة، فلازم نتعلم التصدير لو جزئيا، جزء من اللي عندي انا اصدره بنفسي عشان نحصل على عمله ليا وللبلد. اللي قدام حضراتكم ده مزارع اسمه ديفيد نعيم، رئيس شركه ابناء الساحل لتصدير الحاصلات الزراعيه، وهيكلمنا عن تجربته مع جمعيه هيا واستفاد ايه من المشاركه في معرض فروت لوجيستيكا في برلين. ديفيد نعيم،
أبناء الساحل بالزبط. من سنة 1977 بالظبط يا فندم. بنزرع إيه بقى؟ بنزرع يا فندم حاجات كتير، بس الأكبر حاجة أكتر حاجات بنزرعها هي المانجا بأنواعها، النوع الأجنبي والنوع المحلي، وكمان بنزرع البلح الإبريمي والبلح المجدول والبلح البرحي. لا أنا عايز أوري الناس الإبريمي. شايفين يا جماعة ده اسمه بلح إبريمي، البلح أكبر من البلح المجدول. بالظبط. يعني ده البلح الإبريمي أكبر من البلح المجدول، بس هي ملهاش حظ البلحة دي. دخلنا هي عشان نصدر، من 77 ما صدرتش؟ كان في تصدير على خفيف جدا، ولكن احنا اعتمدنا بعد كده اللي احنا بنكون بنبيع لمصدر هو اللي يصدر بره. تمام. بس مع الوقت احنا منتجنا فعلا فعلا منتج ممتاز يشرف مصر، فاحنا كنا عايزين نكون احنا اللي بنصدر باسمنا، واحنا اللي نكون بنعمل كمان بنصدر باسعار اخف شويه من المصدر بيصدرها، علشان خاطر بس نكون في السوق حاضرين ونكون بنصدر حاجه نظيفه تليق بمصر. نهال عبد الغفار كانت بتشتغل في القطاع المصرفي، وقررت تتفرغ لمزرعة والدها ومساحتها 50 فدان في الخطبة، والتحول لمصدرة للحاصلات الزراعية، وأسست شركة اسمها أطفى، وهي متخصصة في زراعة النخيل البرحي والمانجا والأفوكادو. تعالوا نقابلها. نهال عبد الغفار، 50 فدان في الخطبة. تمام. كنا في القطاع المصرفي HSBC 15 سنة. تمام. وفجأة قررنا نتجه للزراعة بشكل كبير جدا، واكتسبنا الخبرة من والدنا الله يرحمه، الله يرحمه. ومكملين. ده باختصار القصة. بالزبط. دخلنا جمعية دي عشان نبقى مصدرين، وبنزرع بلح برحي، يعني بنزرع دهب. كملي بقى. أنا طورت المزرعة بشكل كبير من ساعة ما مسكتها، وجمعية هي ساعدتني كتير جدا في الإرشاد الزراعي المتطور، كنت على طول بستعين بالمهندسين بتوعها عشان أطور من المنتج سواء كان للسوق المحلي أو للتصدير. عندي برح بس؟ نخيل برحي بس؟ عندي نخل برحي وعندي مانجا وعندي ببتدي أزرع أفوكادو. جدع شاطرة، مطلوب جدا. بس يعني هي المزرعة بالأساس والإنتاج الأساسي بتاعها بلح برحي، بأزعم أنه هو مستوى عالي جدا ويصلح للتصدير. في مصدرين كتير جدا بيجوا ياخدوا من المزرعة، بس مع الأسف مش بالسعر المجزي الكفاية، فاتجهت للجمعية تانية. يا جماعة ساعدوني أن أنا أصدر عليا ضمانها، هصدر لكم. بالظبط كده. مصطفى البدوي من أعضاء جمعية هي، وهو دارس إدارة الأعلام في الأكاديمية البحرية، ومسؤول عن مزرعة مساحتها 370 فدان في النبرية، وزراعها هو وأخواته البنات عنب وموالح، وليه تجارب مهمة في التصدير لهولندا وإنجلترا وبلجيكا، ده على مدى 8 سنين. ركزوا معاه. مصطفى البدوي بي كورب، ده اسم شركة حضرتك صح كده؟ أرضنا في الصحراوي، في النبرية. الصحراوي في النبرية. مزبوط. مساحتنا قد ايه بقى، وبنخطط لايه، وعايزين نصدر ايه، وزرعين ايه؟ احكي لي حكايه علي البدوي. المزرعه كانت بتاعت والدي الله يرحمه. مساحتها 370 فدان. تمام. مزروعه موالح وعنب وخوخ ومشمش. موالح وعنب وخوخ ومشمش، حلو. مزبوط. عندك حاجتين يتصدروا هوا. مزبوط. موالح وعنب. ايوه بالظبط. احنا فعلا بدانا نصدر السنه اللي فاتت شويه برتقان بس، السنه دي برده السيزون ماشي. شويه دول قد ايه يعني؟ السنه اللي فاتت صدرت حاويه واحده. جدع. حلو. بالظبط. قبل الحرب على طول. وصدرتها مباشره باسمك. بي كورب هي اللي صدرت. بي كورب. تمام. السنه دي لحد دلوقتي مطلعين ممكن 45 حاويه. الله اكبر ما شاء الله. وبس لسه بحاول اجيب كلاينتس اكتر وكده يعني. وانت في المعرض اتحركت؟ قابلت ناس؟ قابلت شويه عملاء، عملت شويه ميتينجز برضو، وفي بوتنشال كلاينتس، في ناس مهتمين جدا بالموالح، مهتمين طبعا بالبرتقان. تقول لهم بس مصر هيقول لك موالح. بالظبط. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يكشف في معرض فروت لوجيستيكا ببرلين أنه يجري حالياً في مصر إنشاء أضخم مشروع في الوطن العربي لإنتاج مختلف المحاصيل بنظم الهيدروبونيك المائية، حيث تصل طاقته الإنتاجية لنحو 7 طن يومياً، واستثماراته 30 مليون دولار. الآن تشاهدون
فريق الجدعان يكشف في معرض فروت لوجيستيكا ببرلين أنه يجري حالياً في مصر إنشاء أضخم مشروع في الوطن العربي لإنتاج مختلف المحاصيل بنظم الهيدروبونيك المائية، حيث تصل طاقته الإنتاجية لنحو 7 طن يومياً واستثماراته 30 مليون دولار. من المفاجآت الكبرى في معرض فروت لوجيستيكا مشروع عملاق بتنفذه شركة السيد فؤاد الغانم الكويتية في مصر لإنتاج النباتات بنظم الزراعة المائية الهيدروبونيك. استثمارات المشروع 30 مليون دولار، وهينتج الورقيات بغرض التصدير، وبالفعل بدأت أعمال الزراعة بأحدث التكنولوجيات على الإطلاق. تعالوا نقابل تامر عصر الرئيس التنفيذي التجاري لشركة الغانم. أستاذ تامر عصر، حضرتك الرئيس التنفيذي التجاري لشركة الغانم. مظبوط يا فندم. انت كلمتني في مشروع انا مش قادر اجمعه لغاية دلوقتي وعندي نوع من الصدمة. مشروع في مصر زراعات مائية استثماراته 30 مليون دولار. مظبوط. انت واخد هذا النوع من الزراعات في حتة تانية خالص. مظبوط. هتنتج زراعات مائية زي اللي حضراتكم شايفينها كده، وكلها هتتصدر إلى كل أسواق العالم. مظبوط. السعر أكيد تكلفته أعلى بكتير مما يحدث في مصر، ولكن أكيد ليك سوقك المختلف تماما. ده حقيقي. فهمني بقى، احنا وصلنا الإنشاءات تقريبا عندك خلصت في جمعية احمد كل حاجة. صح كده؟ بدينا أوريدي. بدأنا كمان. آه. لا، تفاصيل المشروع الغانم من دولة الكويت، فؤاد الغانم، صح كده؟ مظبوط. مستثمر كويتي. مظبوط. وضخ هذه الاستثمارات في هذا المشروع بمصر. أفهم تمام. ليه في مصر؟ عشان موقع مصر، عشان نبقى قريبين ان احنا نروح على اوروبا او ان احنا نروح على الخليج. تمام. ان احنا دول السوقين الاساسيين بتوعنا. احنا بنعمل حاجه حساسه جدا اللي هو الخس والاعشاب، والخس والاعشاب عاده فيهم مشكله كبيره جدا لو اتزرعوا في الارض العاديه المفتوحه. بمعنى ان احنا الصيف بتاعنا في مصر بيبتدي من مايو في شهر 5 لغايه شهر 10، ففي عندك حضرتك كيرف الكفاءه بتاعه والجوده بتاعه المنتج عماله تقل تنعدم، كلها مبيدات عشان الحشرات، تنزل ترجع تاني لطبيعتها في اكتوبر. كم نبات ممكن نزرع في المحصول؟ لغايه 14 نبات، بس لازم يكون الزراعه بتاعتهم بتحتاج نفس الري، نفس الجو، نفس الشمس. كثافته قد ايه؟ كثافته كبيره جدا. انا بطلع 7 طن يوميا. هطلع 7 طن يوميا. 7 طن ورقيات يوميا، دي رقم جبار بالنسبه لاي حد ممكن طبعاً يعمله. بس انا مش هطلعه يوميا بس، انا هطلعه يوميا لمده 365 يوم في السنه. لو قعدت شغال 10 سنين 3000. يعني ما عندكش وقت هتغير بذرة؟ ما عنديش حاجة اسمها كده. هي عبارة عن حاجة اسمها جاترز، مساطر بتتحط فيها بوت اللي هي الأصرية الزرع، معمولة من الكوكونات بيت اللي هو قشر الجوز الهند، يتحط فيها سبستريت اللي هي طينة معينة بيها الفرتيلايزر بتاعتها. كل ده اوتوماتيك، مفيش حد بيحط ايده حاجه. مدير التسويق شركه الغانم هي ليديا يونان، وطبعا هي مسؤوله عن تصدير 7 طن حاصلات زراعيه من انتاج المشروع يوميا. ربنا يعينها. ليديا، اكبر اسواقنا فين؟ احنا بنتارجت دول اوروبا ودول الخليج. دول اوروبا في منها انجلترا، المانيا، اسبانيا، اليونان. بدانا ندخل الاسواق دي ونقول لهم احنا بنعمل المنتج ده وبالشكل ده وبالسعر ده. بدانا انتروديوس نفسنا من فتره، والحقيقه شفنا اقبال غريب. يعني احنا شفنا ناس بتجي لنا مخصوص انترستد قوي في حاجاتنا. الناس عارفه هم جاي لنا وشافونا على النتورك وعارفين مكاننا وجايين لنا مخصوص. تعالوا بقى نتعرف على مجموعه الكيخيا العملاقه بمعنى الكلمه، لانها شركه بتقدم لكل شركاتنا الزراعيه عبوات البلاستيك الغذائيه لتعبئه حاصلاتنا الزراعيه، وكمان الستيكر التعريفي بالمنتج، وكلها منتجات كنا بنستوردها، يعني صناعه مغذيه مهمة لصادراتنا الزراعية وبينفذوها بأعلى جودة. تعالوا نقابل آية محمد مديرة التسويق في مجموعة الكيخيا. مجموعة كبيرة جدا. عرفناها زمان كانت بتنتج الشماعات، صح كده؟ بس طبعا على مستوى النهاردة دخلت في كل ما يلامس الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. كلام ده مش سهل، ده ليه شروط كبيرة جدا عشان نعمل عبوة
للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، صح كده؟ عايز أتعرف على مجموعة الكخية من خلال حضرتك. مجموعة الكخية زي ما حضرتك قلت احنا متواجدين في الماركت من سنة 92، لكن كنا في صناعة التكستايل، الصناعات المغذية للصناعات الملابس. ابتدينا في القطاع الغذائي من 5 سنين. أستاذ شريف الكخية طبعا هو رئيس المجموعة، هو شاف يعني أكتر المنتجات الغير متواجدة وبتحتاجها المصدرين المصريين في السوق، وابتدى يفكر ان هو يدخل في المنتجات دي ويبتدي ان هو يستثمر فيها ويفتح. ممكن اقول حاجه بس جديد. عشان حزاني هنا خلي بالكم من حاجه، المهندس شريف الكخية دخل في صناعات تعتبر صناعات مغذيه لصناعات اخرى او قطاعات كبيره جدا، من غيرها القطاعات دي هتواجه مشاكل كبيرة أو بتضطر تستورد من الخارج، فكان لازم يعمل الفرصة البديلة إن هو يصنع المنتج اللي احنا بنستورده بالكامل من برة. انتوا مش بس بتجيبوا منتجات، انتوا بتصنعوا خامات المنتجات، مظبوط؟ يعني احنا واخدين الخط بالكامل لإنتاج العبوة دي، وفي نفس الوقت احنا في نفس الفيلد اللي احنا بنحوله شيت زي ما انا شايفه ده، مظبوط؟ ده الشيت اللي بيدخل بعد كده يتشكل على مكان الثيرموفورمينج، مظبوط. مؤخرا بقى دخلنا في منتج جديد وهو الخاص بتعبئه البيض. الخط ده بكام بعد اذن حضرتك؟ لا، الخط بتاع الثيرموفورمينج الخاص بالتشكيل بشكل عام متكلف حوالي 3.5 مليون يورو. يورو الشيت ده اللي بيصنع منه العلب دي قابل للتدوير ولا لا؟ عارفه ان العالم كله دلوقتي عنده طبعاً حساسيه في التعامل مع البلاستيك. طبعا انا بعيد تدويره تاني وبدخله تاني في الانتاج بتاعي. طب عبواته صغير لما بتعيدي تصنيعها برضو تقدر تصدريها او تصدري فيها منتج غذائي؟ طبعا هي زيها زي التانية، لان انا بحط في الطبقه البي اللي في النص، الريسايكل كله بيتحط في النص، نسبه الفيرجن بتبقى قليله جدا في الطبقتين اللي فوق بسمك رفيع عشان دي الطبقات الملامسه للغذاء. احدث منتجات مجموعه الكخية العملاقه عبوات البيض البلاستيك، وبجد متصنعه بجوده عاليه جدا وافضل من الاوروبي المستورد. وبالمناسبه ده اول ظهور لعبوات البيض المصنعه من البلاستيك. تعالوا نقابل إيهاب النجار مدير التصدير في مجموعة الكخية. أستاذ إيهاب النجار، حضرتك مدير التصدير في مجموعة الكخية. عملنا منتجات هائلة جدا وغطينا احتياجات السوق المحلي، الحمد لله. صح؟ الحمد لله بنسبة 90-95% فعلا. كل المنتجات دي كنا بنستوردها من بره، الحمد لله. طيب قادرين بقى ننافس بره؟ بالفعل بننافس بره، احنا اوريدي بننافس اكبر شركات في انتاجنا الغذائي او الزراعي دلوقتي اللي هي انفيا وإليب. الشركات دي موجوده في ايطاليا وكانت بتستحوذ على السوق المصري. حضرتك في مجموعه الكخية قدرت تنافس انفيا في ايطاليا؟ احنا بالفعل بننافس انفيا وإليب في ايطاليا، بننافسهم جوه بلدهم وبننافسهم في البرازيل كمان، وبننافسهم هو البلد المصدر. يعني خرجتهم من دول؟ الحمد لله احنا خدنا منهم اكبر عميل في البرازيل الحمد لله، واخدين في ايطاليا منهم عميل محترم جدا جدا الحمد لله، غير ان احنا الحمد لله زائد شركاء هنا في مصر، الناس حتى منافسين لنا في مصر الحمد لله واخدين منهم السوق 90% او 95% في مصر الحمد لله. انا عايز اقول حاجه للناس، ان احنا مع حضرتك بندشن دلوقتي او بنوتشن لاول مره مصنع عبوات البيض، صح كده؟ الحمد لله احنا ده انت جاي في وقت مثالي. اسبوع بالظبط، يعني اسبوع بالظبط عملنا العينات عنه في المعرض. الحمد لله والعينات طلعت جميله جدا بشهاده العملاء كمان السبل اللي احنا هنورد لهم. لا الحمد لله طلع مولد جميل، احنا عاملين السيت كام، عاملين المجموعه كامله بتاعه البيض، ما فيش حد في مصر كان بيعملها. ايه العبوات طلعت وقت حساسه فين؟ شويه البيض قل شويه في مصر الحمد لله، بس احنا من تارجت كمان احنا فري زون، احنا منطقه حره، احنا من تارجت كمان التصدير اهم حاجه. بعد ما نغطي احتياجات السوق المصري لازم كمان نصدر بره مصر، وده التارجت بتاعنا دايما. يعني الحمد لله احنا بنغزو العالم فعليا، احنا بنعمل حاجتين في البيض في التعبئه، ان احنا عاملين البي اي تي اللي هو البلاستيك بتاع البي اي تي، وعاملين البلب اللي هو الكرتون كمان في البيض. يعني انت عندك مصنع كرتون بيعمل الكرتونه بتاعه البيض وعلبه البيض اللي بتتقفل، كرتونه مقاساتها 12 و18 و30، دول اللي احنا بادئين بيهم ان شاء الله. عاملينهم فول اوتوماتيك، مصنع كامل ليهم، مفيش حد في مصر برضو بيعملهم، احنا اول ناس. عندنا مشكله صغيره قد كده طبعا، القفل.
لا الحمد لله ظبطنا الكلام ده. الحمد لله احنا من اول ما نزلنا مش عند حضرتك بس انا كل ما اشوف كرتونه قفلها وحش فعلا. لا وحضرتك شفت العينات معانا النهارده. لا الحمد لله احنا القفل عندنا هو اول حاجه بنعملها زائد الكواليتي بتاعه المنتج نفسه. لا القفل الحمد لله عندنا ما فيش زيه الحمد لله في مصر ولا بره مصر. اخيرا خلينا نتكلم بوضوح تسعير الجناح للشركات المصريه في معرض فروت لوجيستيكا بحوالي 18000 يورو. ده اكبر من إمكانيات معظم الشركات المصرية اللي بتتجه للتصدير وخصوصاً الشركات الناشئة لأنه كده غير مدعوم وأغلى من التعاقد المباشر مع إدارة معرض فروت لوجيستيكا. لازم تبقى الأمور منطقية. كمان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بيمثل الشركات الزراعية اللي دفع 40% من التكلفة الخاصة بالاشتراك في معرض فروت لوجيستيكا وبالتالي من حقه الاطلاع على كل نفقات المعرض والتنظيم وبناء الأجنحة وتصميمها. كمان قولا واحدا احنا تأخرنا جدا في التعاقد مع إدارة معرض فروت لوجيستيكا وكأننا أول مرة نشارك في المعرض ومش عارفين القواعد ومش فاهمين يعني إيه المشاركة في المعرض ولا قيمته. وبرضه لازم نفهم إزاي لغاية النهاردة ما تصرفش دعم المعارض لفروت لوجيستيكا 2022. محتاجين إعادة النظر في كل القواعد المنظمة لاشتراك مصر في المعارض الدولية وندي المرونة للشركات في التعاقد المباشر مع المعارض الدولية واسترداد قيمة الدعم الموجه للاشتراك بالجنيه المصري فوراً وكل ده تحت رقابة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. ده لو فعلاً عايزين نحقق خطة الدولة في الوصول بقيمة صادراتنا ل 100 مليار دولار. تشاهدون في حلقة السبت فريق الجدعان يلتقي الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية في بني سويف والتي تعد واحدة من أضخم شركاتنا الوطنية المتخصصة في تصدير الخضروات والفاكهة المجمدة لأسواق العالم ونستعد لمعركة جلف فود في دبي والذي يعد من أكبر معارض العالم المتخصصة في الصناعات الغذائية.